أيضا فقرة أجمل صورة، عندنا صورة اختارها لكم الزملاء في فريق العمل. نسمع التعليق من ضيفنا الأستاذ عبد الله الحرازي على هذه الصورة، نشوف نتابع. صح، تفضل أستاذ عبد الله. حقيقة هي الصورة المعبرة التي ظهرت في صحف اليوم، وهي تحكي عتب اللاعب الخلوق العزيز محمد الشذهوب على كأس آسيا والتي كان يحلم بأن تكون هي خاتمة المطاف. معبرة جدا جدا جدا، هذه لقطة المبدع محمد الزامل زميلنا في القنوات الرياضية السعودية. جميلة حقيقة، هي لقطة اليوم إذا جاز التعبير، و يعني فيها العتب، فيها الحزن، فيها التأثر، أيضا العتب الشديد. إذا كان محمد يعاتب الكأس ويعاتب الحظ، نحن نعاتب أيضا المدرب رامون دياز. مدرب رامون دياز يعني الذي ظلم محمد في هذه المباراة، حينما تشركه في آخر 4-5 دقائق فأنت تظلمه. لو شارك مثلا في وقت مبكر، أنا أعتقد أنه كان خيار أفضل من الخيارات الأخرى اللي استخدمها. التبديلات اللي كانت في المباراة قبل الشلهوب أفضل تبديل كان، يعني بس لو كان لو كان في وقت مبكر كان بيكون خيار أفضل. كان بيكون خيار أفضل، يعني كان هو بغنى عن واحد من الاثنين، يا ياسر أو مختار فلاته، في مقابل أن يشارك محمد الشلهوب. لأن محمد الشلهوب ممكن يسلمك كرة في أي لحظة، لا سيما وأن نواف العابد استهلك. وأيضا افتقدت إلى خدمات سالم الدوسري بعد الطرد، فكنت أنت بحاجة لمحمد الشلهوب. فهذه من الأخطاء التي ارتكبها رامون دياز في المباراة، ايضا تضاف الى الاخطاء التي ارتكبها من الاساس، وهي عمليه وجود البدلاء، يعني رفاس على سبيل المثال، مهاجم صريح وهداف وقناص، ابقيته على مقاعد الاحتياط او لم تشركه اساسا في القائمه الاسيويه، في حين ان الفريق كان بحاجه له في القائمه الاسيويه اكثر من حاجه له في الدوري. زيدان احمد على هاشتاج استاذ عبد الله يقول: انت ضيفك يا بندر صادرت حق الفريق الياباني الذي اجتهد وخطط وصرف من وقته وماله وجهده للفوز بهذه المباراه. لا حصل له ذلك، لماذا تهضم البطل؟ لا ابدا، نحن بنتكلم عن نحن بنناقش الموضوع من جانب وطني ومن جانب محلي. اما من حيث النظرة العامة للبطولة، فالفريق الياباني استحق البطولة، لم يصل من فراغ، فريق منظم لديه حساباته الفنية. حينما نرجع إلى مباراة الأمس ونرى التبديلات التي لديه، نرى اللاعبين، أن لديه لاعبين محترفين أجانب كانوا على مقاعد الاحتياط ولم يشركهم إلا في وقت الحاجة. هو إذن مدربه كان لديه فكر واضح، فكر فني واضح ودقيق أيضا، بمعنى أنه استخدم الأوراق في الأوقات المناسبة، وهذا 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 ما افتقد إليه مدرب نادي الهلال. فريق الياباني فريق منظم، فريق استحق اللقب بكل جدارة.